متابعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد والحصري من قناة الشعب قناة شوف تيفي في هذه الإطلالة الجميلة على كورنيش عاصمة البوغاز. مشهد لا يمكن رؤيته إلا على قناة الشعب قناة شوف تيفي، كما تشاهدون في هذا المشهد الجميل، الأجواء هادئة وجميلة وساحرة أيضا. للإشارة، متابعينا الأوفياء، مدينة طنجة شهدت قبل ساعة من الآن زخات رعدية قوية، اللهم غيثا نافعا يا رب العالمين. ما عرفتش واش احتنتوا ما في المدن ديالكم، كانت كاينه الشتاء ولا لحد الآن مازال ما عرفت المدن ديالكم تساقطات مطرية. هادشي اللي عمريكم انتوما تكتبوا لنا في التعاليق. كما أقول دائما متابعينا الأوفياء، قناة شعب قناة شوف تيفي تنقل لكم المشاهد الجميلة بالصوت والصورة في بثوث مباشرة، بحيث أنها كتبغي تخليكم بحال أنتم اللي كتشوفوا هاد الفيديوهات ولا بحال أنتم اللي كتشوفوا هاد المشاهد. فالهدف هو أنه كيفما أنا حاليا كنستمتع بجمالية هاد المشهد، بغيتكم حتى أنتم تستمتعوا معايا، بغيتكم حتى أنتم تستنشقوا الهواء ديال البحر، الهواء الجميل وفهاد البرد ما شاء الله واحد الأجواء ساحرة. وفعلا ربما كلام مبالغ فيه، ولكن في نفس الوقت كنحاول أننا نوصل لكم هذه المشاهد الجميلة كما قلت بالصوت والصورة، بحيث أنه حتى أنتم تشوفوها وتكونوا رتحانين، بحيث أنه حتى أنتم تشكل لكم راحة نفسية. ما تنسوش متابعينا الأوفياء كما العادة كتبوا لنا منين كتتابعوا هذا البث المباشر. اهلا وسهلا بناس ايطاليا، تحيه متبادله الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. فاطمه جمال اهلا وسهلا، سيمو اهلا وسهلا. ما عرفتش متابعينا الاوفياء واش سبق لكم جيتوا لمدينه طنجه، واش سبق لكم جيتوا لهذا الموقع الجميل اللي هو كورنيش المدينه، واش سبق لكم حتى انتم استمتعتوا بهذه المشاهد ولا شفتوها من قبل في الواقع. طبعا هذا المكان هذا كيعرف وكيحظى بزيارات واسعه سكان مدينه طنجه ولا الزوار ديالها بحكم الجماليه اللي فيه. كما كنقول دائما بحكم ان الناس كيعجبها تشم الهواء النقي، كيعجبها تمشي للاماكن الطبيعيه، كيعجبها تخرج، فدائما كيبقى الكورنيش هو المكان الجميل وربما من الاماكن المهمه لدى ساكن طنجه، واللي كيجيو دائما ليها يزوروها يجلسوا فيها. ولكن في هذا البرد القارس كاين واحد الفئة قليلة اللي ممكن أنها تخرج في هذه الأجواء كما قلت متابعين الأوفياء بحكم هذا الجو البارد. المتابعين الاوفياء كالعاده كما كنقول لكم دائما ما تنساوش تكتبوا لنا منين كتتابعوا هذا البث المباشر وشنو هي الاجواء اللي عندكم في المدن ديالكم. على امل اللقاء بكم ان شاء الله متابعين الاوفياء في بثوث مباشره اخرى. استودعكم الله، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.